السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا الفيديو ده بقى مش عارف، انا هشرح الامبلمنتيشن ميثود اللي هما الكومباينيشن والانتربريشن والهايبرد. والله ما اعرف في شابتر ايه، بس انا يعني ايه اعملهم مصلحه ده كده، فيعني ما تتوهوش معايا. ناخد حتت بحتت كده، واللي فاهم بقى ايه يفهم، واللي مش فاهم يفهم الحته بحته، وبعدين يبدا يدور في الاسلايدات بقى يشوف فاضل له ايه، وانا هحاول اغطي على قد ما اقدر. ما بقى لا خلاص بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بإيه؟ في عندي 3 أنواع من الإمبلمنتيشن ميثود. أول حاجة، إيه الإمبلمنتيشن ميثود دي؟ أو إيه الإمبلمنتيشن بمعنى صح؟ كلنا عارفين الكومبايلر والإنتربريتر. كومبايلر وإنتربريتر اللي هو بياخد الكود بتاعك اللي إحنا لسه متكلمين عنه في الفيديو اللي فات، ياخد الكود بتاعك ويروح يشوفه هل هو موجود فعلا في السينتاكس ولا لأ، ويشوفه شغال سيمانتيك ولا لأ، صح كده؟ صح. بس هنتكلم عنهم بقى بمنظور اوسع سنه. فتعالوا نتكلم مثلا عن الكومبايليشن. دي عمليه الكومبايليشن اللي هو يقصد بقى الكومبايلر. طبعا الكومبايليشن بيقول لك ايه، ترانسليت هاي بروجرام انتو ماشين لانجوج، انتو ماشين كود. احنا اصلا من قبل الليله دي كلها احنا عارفين ان الكومبايلر بيعمل ايه، بياخد السي شارب او ياخد الهاي ليفل لانجوج بيحولها لزيرو واحد اللي هي الماشين كود. هو ده اللي قاله هنا اهو، ترانسليت هاي ليفل بروجرام اللي هي هاي ليفل لانجوج انتو ماشين كود. قشطه قشطه. طيب الكومبايلر في ميزه وفي عيب، والانتربريتر في ميزه وفي عيب. الكومبايلر بيبص على الكود ككل، عارفينها احنا دي، والانتربريتر عارفين ان هو بيمشي سطر سطر. فمين السريع؟ اكيد الكومبايلر. بس سريع ايه؟ سريع اكسكيوشن، بيبص على الكود بسرعه ويعمل اكسكيوت بسرعه. لكن في الترجمه هو بطيء، هنعرف ليه. بس يعني انا مش عارف اقول لكم ولا ايه، بس يعني باذن الله هتيجي في الكلام. في الترانسليشن هو بطيء، لكن في الاكسكيوشن عشان بيبص على الكود كل مره واحده فهو سريع. طيب بيقول لك عمليه الكومبايل او اللي هو الكومبايلر بيمشي كام عمليه؟ بيمشي شويه عمليات اهو، سيفرال فيزز. قشطه قشطه. اول عمليه منهم الليكسيكال اناليسز. الليكسيكال دي احنا شفناها فين؟ الليكسيم، يعني الليكسيكال جاي من الليكسيم. طب الليكسيم دي اللي هي ايه؟ الحروف. انالايزر فهو كده شكله غالبا غالبا يعني هياخد الكود كلاته ويقسمه لكسيمات لكسيمات كده ورا بعض. قشطه. فبقول لك ايه، كونفيرت كاركترز ان ذا سورس بروجرام انتو ليكسيكال يونت. اهو هياخد الكود كله زي كله بقى كله على بعضه كده، ويقوم جاي عامل ايه، عامله جدول كده، عامله في جدول كده الليكسيمات والتوكن بتاعتها كده. قشطه. طيب الجدول بقى بتاع الليكسيم والتوكن ده على بعضه اسمه ايه؟ اسمه سيمبل تيبل. اسمه ايه؟ السيمبل تيبل. جميل جميل. فدلوقتي الخارج بتاع الليكسيكال اناليسز كده ايه، هيخرج لي السيمبل تيبل اللي هو الليكسيكال يونت، هيخرج لي اللي هي ايه، الليكسيمات كلها. طيب اهو انتو الليكسيكال يونت، الوحدات بتاع الليكسيكال. جميل. السينتاكس اناليزر. دلوقتي السينتاكس اناليزر ده يعني اناليزر ده يعني ايه، هيحلل السينتاكس، هيشوف السينتاكس بتاع اللغه اللي هو كاتبها دي صح ولا لا. يعني ما احنا مش قلنا ما ينفعش يكتب سي بلس بلس في السي شارب، لان السينتاكس بتاع اللغات مختلفه. فهو هنا الكود اللي انا هديهوله هيشوف هو السينتاكس بتاعه صح ولا لا، يعني ترتيب الاف وترتيب الفور وترتيب المتغيرات صح ولا لا، يعني انتجر اكس ولا اكس انتجر. تمام. فبقول لك ايه، ترانسفورمس ليكسيكال يونت انتو بارس تري. حلو، ما علينا. يعني هو بيقول لك ايه، هياخد الليكسيمات دي على بعضها ويعملها في بارس تري. ايه البارس تري دي؟ خلينا نشرحها في فيديو تاني. يعني البارس تري لها حاجه لوحدها. يعني خليك في السنتكس دلوقتي، هو بيعمل ايه، بيشوفها موجوده عنده ولا لا. بس هو هنا في الخطوه دي يعني غالبا بيعملها اصلا. يعني ما علينا، عدوه. يعني ايه، فاهمينها مش فاهمينها عدوها دلوقتي، ملاش لازم. السيمانتيك انالايزر بيشوف الكود بتاعك، بياخد الكود بتاعك يحوله لانترميديت كود، اللي هو مش احنا ما قلنا الكومبايلر جواه بياخد الهاي ليفل يحوله انترميديت، وبعدين الانترميديت للسورس كود. اهو ده هنا ايه، جنريت انترميديت كود. هو يعني الاسم مش بالظبط كده، بس يعني ايه، امشوا معايا على هواه. كود جنريتور، جنريشن ماشين كود از جنريتد، يعني الكود اللي انت حولته للصار وحيد ده بقى هيرن بقى هيشتغل. از جنريتد، انشأناه واشتغل.
فدلوقتي انا عندي اربع خط اربع ايه عمليات جوه عمليه جوه كومبايلر او جوه عمليه كومبايليشن: الليكسيكال اناليزر، السينتاكس اناليزيس، السيمانتيك اناليزيس، كود جنريشن. حلو، تعالوا بقى ايه بقول لك اذا كومبايليشن بروسيس الرسمه بتاع كومبايليشن كانت جت في امتحان مره دي او واحده من اللي تحت، فاحنا ايه تحسبا نعرف الثلاثه يعني وهنفهمهم، يعني ده حوار سهل. نبدا بمين؟ نبدا بالسورس كود بروجرام. انا يعني اول ما اشتغل في الكومبايلر هيشتغل هيعمل ايه؟ هيبقى مديله كود انا كاتبه. يا جدع ده لو انت اكس بيساوي 10 ده كود عنده اهو، هياخده هيحوله هياخد الانت يحطها ليكسيكال في الليكس يم والاكس واليساوي وال10 والسيمي كولون يحطهم فين؟ في جدول السيمبل تيبل. طيب الخارج بتاع الليكسيكال انلايزر ده ايه؟ يا اما سيمبل تيبل يا هيبقى ليكسيكال يونت، يعني هي يا اما واخد الليكسيمات بس يا اما واخد السيمبل توبل اللي هو الليكسيم والايه والتوكن. جميل جميل. طيب بعد ما انا خرجت له الليكسيمات هيروح على السينتاكس انالايزر. ماشي يا عم انت خلاص خدت لي جبت لي الحاجات اللي موجوده، هيروح بقى يشوف الحاجات دي انت راصصها جنب بعض ازاي وهل هي موجوده في السينتاكس بتاعي ولا لا. تمام، فهو هياخد الليكسيمات دي يحولها لبارس تري. البارس تري دي قلنا هنقولها في فيديو تاني، بس مبدئيا كده يعني شفت انت هياخد الليكسيمات اللي هي انت واكس وبيساوي و10 وسيمي كولون يرسم جنب بعض في سطر واحد كده اللي هي الجمله اصلا اللي انا لسه محللها من شويه، فهو هيعملها كبارس تري. جميل، بعد ما انا خدتها كبارس تري هيروح على الايه؟ على اللي قلنا السيمانتيك انالايزر اللي هو ده. احنا خلاص دخلنا على السينتاكس خرجنا منه ببارس تري، هيخش بقى على مين؟ على السيمانتيك انالايزر او بيقولوا عليها انترميديت كود جنريتور او السيمانتيك انالايزر. احنا قلنا هيعمل ايه في الخطوه دي؟ هيطلع لي انترميديت كود اللي هو زي كود الاسمبلي كده. تمام، طلع لي هنا كده كود. قال لك في خطوه زياده اوبشنال ممكن تحطها اللي هي ايه؟ الاوبتمايزيشن. هعمل عمليه اوبتمايزيشن للكود ده، هظبط الكود ده ملهاش لازمه بس ساعات بيقول لك اختياريه كده. قشطه، بعد ما انا حولته الانترميديت كود هروح اوديه على الكود جنريتور. ليه؟ عشان يحولوا لي الصفر وواحد، ما هو الكمبيوتر ما بيفهموش، الكمبيوتر ما بيفهمش الانترميديت كود، انا عايز 0 و1، فالكود جنريتور هو اللي هيطلع لي الحوار ده. فهيطلعوا لي هيطلع لي الاوت بوت بتاعه يبقى ايه؟ ماشين لانجوج اللي هو 0 و1. الكمبيوتر بقى هيفهمه، وما الكمبيوتر يفهم هيطلع لي النتيجه. طب ايه الانبوت داتا اللي جايه لي من الجنب ده؟ يا عم افرض انت عامل لي كونسول دوت ريد لاين، ما هيديك داتا. قشطه قشطه. طيب تعالوا بقى نرجع تاني من هنا تاني. احنا قلنا يا اما الاكسيم يونت يا اما هيطلع لي سيمبل تيبل. طيب وطيب لو هو مثلا خد الليكسيكال وكان في حاجه ما يعرفهاش، يعني الجدول ما عملهاش، يعني زي ايه؟ مثلا مش مهم مش مهم عدوه. انا فاهمها بس يعني اللي هو اجيبها لكم ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. خليها زي ما هي كده، دخلت وحدات. وطب لو في واحده ما اتعملتش ليكسيكال هيروح يعملها هو ليكسيكال ويقوم حاططها في الجدول تاني. جميل جميل. وبعد كده يقوم جاي ده طبعا ادم ده ما كملش ده يبصيله، وبعد ما ده يبصيله هيقوم جاي مودي لي الايكو جنريتور. احفظوها لو غلبت قوي احفظوها، ما علينا بس يعني الحوار سهل يعني. بعد كده الانتربريتر او بيقولوا عليه البيور انتربريتيشن. البتاع ده يعني ايه؟ سريع. سريع ازاي؟ هو بياخد الكود ما بيحولوش، بيشتغل على طول يعني ما تعرفش دماغه فيها ايه الانتربريتر ده. هو اي نعم بيمشي سطر سطر بس ما بيمشي سطر سطر، هو كده بطيء في ايه؟ في الاكسكيوشن، بس سريع في الترجمه لانه ايه؟ ما بيترجمش اصلا، ده بياخد الكود على طول يرميه. فبقول لك ايه؟ سلو ان اكسكيوشن. تمام، بيقول لك نو ترانسليشن، بيقول لك ان هو ما بيترجمش ولذلك هو سريع. يبقى هو سريع في الترجمه وبطيء في الاكسكيوشن، عكس مين؟ عكس الكومبايلر، هو بطيء في الترانسليشن بس سريع في الاكسكيوشن. جميل جميل. بيقول لك ان الانتربريتر بيحتاج مساحه كبيره عشان يخزن عليها الداتا اللي بتطلع. طيب نو رير فور تراديشنال هاي ليفل لانجوج، بيقول لك ان النو رير دي يعني نادر. ناو رير، رير ده اللي هو نادر. بيقول لك نادرا ان الانتربريتر بيستخدم مع اللغات اللي هي الهاي ليفل لانجوج زي السي شارب زي الجافا، ما حدش بيستخدم الانتربريتر كتير يعني.
بس بيقول لك ان هو امبورتنت فور سام ويب سكريبتنج لانجويج، يعني بيقول لك بيستخدمه في اللغات السكريبتنج اللي هي زي بتاع الويب، يعني اللي هي بي اتش بي جافا سكريبت، بيستخدمه في انتربريتر. تمام تمام الرسمه بتاعته بقى بيقول لك هو ما عليه الا ان هو بياخد السورس بروجرام ويقوم مدخله على الانتربريتر ويقوم جاي مطلع له النتيجه. وهنا طبعا لو عايز تكتب انبوت سهله بسيطه وجميله. طيب جم ناس بقى قال لك ايه، قال لك يا عم ازاي يا عم، لا لا ده في ميزه وده في عيب، وده في ميزه وانا عايز الاثنين المستين. قال لك خلاص احنا نعمل واحد ميكس، شفت انت بقول لك فخينه، هو يعمل واحد ميكس سموه ايه، سموه هايبرد. طيب الهايبرد ده كده من غير ما اشوفه اصلا او من غير ما نعرف في حاجه هيبقى ميزته ايه، هيبقى سريع سو فاست، وهيبقى الاكسكيوشن بتاعه سريع. فكده احنا استفدنا صح، كده احنا رمينا ان السلو ترانسليشن ورمينا البتاع ده اللي هو سلو اكسكيوشن. جميل. طيب هنعمل ايه بقى، يبقى هو دلوقتي مزيج بين الكومبايلر والانتربريتر، هاخد الحته بتاع الكومبايلر في حته والكومبايلر والانتربريتر في حته. لو مشينا كده عند الكومبايلر تاني، هو بطيء فين، هو بطيء في التحويل هنا، مش هو هيجي هنا عادي قشطه وهنا كده مداله ده، المفروض هيجي هنا كده عايز يحوله بقى لايه، للانترميديت. فالكومبايلر بطيء في التحويل صح كده، فانا خلاص من اول هنا كده اقوم مديله الانتربريتر وهو سريع في التحويل يقوم مخلص لي الدنيا. فتعالوا نشوف كده اهو، السورس كود هيخش على الليكسيكال ده لازم، ويخش على السينتكس لازم، بعد كده هيطلع بارس تري هيديها الانترميديت كود، هيجي بقى خطوه الترجمه، هو جاي له هنا انترميديت كود عايز يحوله الماشين لانجوج. ده انا عايز انجز، هو احنا مش ممكن نعتبر انترميديت كود ده سورس كود؟ ايوه يا عم سورس كود، ايه المشكله، اقوم مدخله على الانتربريتر ويقوم جاي مطلع لي النتيجه على طول والانبوت داتا. فكده احنا استفدنا من سرعه الكومبايلر، واستفدنا في الاكسكيوشن، ومن سرعه الانتربريتر في الترجمه. تمام تمام الاكسكيوشن يقصد بقى اللي هو ايه، خطوه تحليل الكود، يعني ياخد يقسمها لاقسامات ويشوف السنتكس صح ولا غلط، دي كومبايل او كومبايلر. جميل جميل. بقول لك ايه، تعالى نقرا الهايبرد بقى، بقول لك it is something between compiler and interpreter، بقول لك حاجه بينهم يعني. A high level language is translated to an intermediate language that allow easy interpreter. بقول لك احنا حولنا الهاي ليفل لانجوج الانترميديت دي بتتحول بسهوله في الايه، في الكومبايلر. بعد كده عايزين نحول بقى اللي هي الانترميديت كود دي للايه، لللو ليفل. فقام جاي قايل لك ايزي انتربريتيشن، يعني بتبقى سهله في الانتربريتر، فحطينا الانتربريتر. بيقول لك ان ده الفاستر زان الانتربريتيشن، كده ده على بعضه كده اسرع 100 مره من الانتربريتر لوحده. ليه؟ لان الانتربريتر لوحده بياخد الهاي ليفل لانجوج يحولها للانترميديت كود، وبعدين يرجع يحول الانترميديت كود لصفر وواحد، لكن هنا انا اديته الانترميديت كود بس هو اللي يحوله لي، فيحوله في مره واحده، فكده بقى النص. قشطه قشطه كده تمام. دول ثلاثة امبلمنتيشن ميثود، يعني ايا كان جمعوا اي معلومات بحيث ان احنا حتى لو سألنا في الشفوي تبقى انت فاهم الفكرة بتاعتهم كلهم. قشطة، بيس عليكم يا رجالة والناس كلهم يعني، يلا سلام.